بيعرفوكي وبيعرفوا خبسة، في كم واحد ما بيعرفوكي بس. زعلانة على عائلة لوترا، يعني انتي كنتن يلي بتخطط للمؤامرات ويلي بتغلط بحقهم على طول، بس مع هيك كل مرة بتقدري تنفدي حالك من المشكلة، لهيك لساتهم مغشوشين فيكي. أنا الوحيدة اللي كاشفتك بعد سنتين غياب، ليكني رجعت. لهيك بنصحك شيرلين لا تحاولي تتزاكي علي كتير، لأني ناطرتك على غلطة. تذكري مو أنت وقعتي جانكي؟ رح خليكي توقعي مثلها ويمكن تروحي فيها. بس أنا ما عملت شي للخالة جانكي، هي ما وقعت أصلاً، ضلت واقفة. بس لما ما بيهمني اللي عم تقولي، ليش عم تبرري لي؟ عادي، أصلاً أنتِ مانك شاطرة غير بطق الحنك. لا تتوقعي مني أتعاطف معك أبداً. ماني متوقعة منك شي. تفضل. لحظة. أنا هون بالخدمة. تفضلي يا شريستي. شكراً. شرفتينا. عن إذنك. بالسلامة. أهلا وسهلا. حاش بقى انتي الهزم شريستي. شريستي أخت مرتي، قصدي رفيقتي، ممكن تجيبي لي بوطي من سمير؟ بترجاك كارا، ما تدخلني بينك. لا تكبري يا هلا، قصدي هلا بس هالمرة رجع. طيب تركني فكر شوي بالموضوع. شكرا. راجع لك. تفضل. شو ها؟ أنا وصلت لهون قبله، ليش عطيته دوري؟ هذا شي مو عدل. أنا آسف، نسيت إنك بتكوني صاحبة البيت، كان لازم أعطيكي الثانية بالأول. أي مو مشكلة، هات غيرك. لا لا استنى، نعمل مراسم صينية واحدة. لا ما في داعي، كل واحد لازم ياخذ صينية. تفضلي. شكرا. روح اعمل المراسم لحالك بصينيتك. تفضلي. حلو كتير، عن جد هالشاب طلع شاطر وخدمني بهالخطة المميزة. أول ما يفتحوها رح أخلص منهم اتنيناتهم. قربت نهايتك يا بريتا، نهايتك بهاليوم المميز، وأخيراً رح تطلعي من حياتي وارتاح منك. بريتا بتموت ورح تموت قصتها معها، وهيك بكون خلصت منها. هي النهاية. لا لا تشغلي بالك، أنا ما رح طول، بخلص وبجي. ايه